التصنيع بالإضافة التصنيع الطبقي. التصنيع بالإضافة Additive Manufacturing واختصاراً AM هو عملية تشكيل مؤتمتة مبنية على أساس طبقي تهدف إلى صنع أجسام فيزيائية ثلاثية الأبعاد بمقاييس مختلفة مباشرة انطلاقا من البيانات الناتجة عن أحد برمجيات التصميم بالكمبيوتر Computer Aided Design CAD وبدون استخدام أي أدوات من أدوات التشغيل. هذه العملية عرفت بالأصل باسم الطباعة ثلاثية الأبعاد 3D Printing وما زال هذا الاسم يطلق على هذه العملية إلى الآن. بالإضافة إلى جملة عمليات التصنيع المعروفة سابقا والواقع ضمن تصنيف التصنيع بالإزالة Subtractive Manufacturing مثل عمليات التفريز والخياطة وعمليات التصنيع الواقعة ضمن تصنيف التصنيع بالتشكيل Formative Manufacturing مثل السباكة والتصنيع بالطرق، فإن التصنيع بالإضافة يعتبر بمثابة الركن الداعم الثالث لمجمل تقنيات التصنيع. وعند بداية دخول نهج التصنيع بالإضافة إلى الأسواق في عام 1987 كان يعرف باسم النمذجة السريعة Rapid Prototyping أو التصنيع المولد Generative Manufacturing، وكلا المصطلحين ما زالا يستخدمان بالإضافة إلى العديد من الأسماء العديدة المختلفة التي ظهرت خلال الأعوام الماضية، ناهيك عن الأسماء الجديدة التي يتم اصطلاحها لهذه العملية حتى هذه اللحظة. وعلى الرغم من أن هذه الأسماء والاصطلاحات تعتبر مثالية من وجهة نظر خاصة تتعلق بموجودها، فإن العديد منها سبب كثيرا من الإرباك، وغالبا ما يكون ذلك أحد الأسباب التي تجعل المستجدين في الحقل الصناعي خصوصا يشعرون بالضياع فيما يخص مجال التصنيع بالإضافة. ومن أجل تحصيل نظرة عامة مقتضبة على تلك الأسماء والمصطلحات تم صياغة مجموعة من صغيرة من المصطلحات الأكثر استخداما استنادا إلى عدد من الكلمات المفتاحية، ومن ضمن المصطلحات الأكثر استخداما إضافي Additive التصنيع بالإضافة Additive Manufacturing AM التصنيع بالطبقات المضافة Additive Manufacturing ALM التصنيع الرقمي بالإضافة Additive Digital Manufacturing ADM سريع Rapid التكنولوجيا السريعة Rapid Technology النمذجة السريعة Rapid Prototyping تصنيع معدات التشغيل والتشكيل السريع Rapid Tooling التصنيع السريع Rapid Manufacturing رقمي Digital التصنيع الرقمي Digital Fabrication النمذجة الرقمية Digital Mockup مباشر Direct التصنيع المباشر Direct Manufacturing تصنيع معدات التشغيل والتشكيل المباشر Direct Tooling ثلاثي الأبعاد 3D الطباعة ثلاثية الأبعاد 3D Printing النمذجة ثلاثية الأبعاد 3D Modeling وجميع ما يمكن تخيله من اصطلاحات ناتجة ومنبثقة عن هذه المجموعات السابقة موجود أيضا. وهناك العديد من الاصطلاحات الإضافية المستخدمة أيضا والتي أوجدت بناء على تقنيات التصنيع المبتكرة الحديثة، ومن ضمنها التصنيع المكتبي Desktop Manufacturing التصنيع عند الطلب On Demand Manufacturing التصنيع الحر للأشكال Free Form Manufacturing. تعتبر تقنية التصنيع بالإضافة AM تقنية فتية نسبيا، ولم يكن هناك تقريبا أي جهود تذكر من أجل وضع معايير ومقاييس لهذه التقنية خلال سنوات عديدة باستثناء بعض الأعمال التمهيدية في ألمانيا في مطلع التسعينيات. وفي عام 2007 وجدت توصية خاصة مكرسة للنمذجة السريعة VDI 3404 تحت إشراف الجمعية الألمانية للمهندسي الميكاني German Society of Mechanical Engineers اختصارا بالألمانية VDI، وتم نشرها في خريف عام 2008. واعتبارا من عام 2009 قامت الجمعية الأمريكية لمهندسي الميكانيك American Society of Mechanical Engineers واختصارا ASME بالتعاون مع الجمعية الأمريكية للاختبار والمواد American Society for Testing and Materials اختصارا ASTM بالبدء بتطوير إجراءات المواصفات الخاصة بهم. وفي خريف عام 2009 أقرت اللجنة رقم F42 وتحديدا اللجنة الفرعية
F42.91 المعنية بالتصنيع بالإضافة المعيار F2792-09EL أو F2792 والذي يسمى المعيار الاصطلاحي لتقنيات التصنيع بالإضافة. وفي هذا المعيار تم تعريف مصطلح التصنيع بالإضافة مع العديد من التعريفات الأخرى من قبل هذه اللجنة.